السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقوم بشرح حول كيفية عمل التسويات زائد حساب كمية الحفر والردم لقطعة أرض، وهذا على برنامج السيفيل 3D، يعني كيفاش نديرو التراسمون تاعنا ونحسبو الفوليم تاع الدبلي والرومبلي. أوكي، عندنا ملف نحملوه، أنا قلت لكم أسفل ربط الفيديو. أوكي، نجيو هنايا سيرفاس كريت سيرفاس. أوكي، نعطيوها تسمية مثلا تيرا ناتيرال، نديرو اوكي، نجيو هنايا نلقاو التسمية نتاع التيران تاعنا. اوكي، دروك هاد التيران نعرفوها، نجيو هنايا ديفينيشن، نفتحوها من هنايا، نديرو بوينت فايلز، نضغطو على زر الفأرة الأيمن، اد، نضغطو هنايا الملف تاعنا هذا تيرانا تيرال اوبن، نختارو بي وان زد سبيس ديليميتد. اوكي، ونديرو اوكي، نجيو هنا نديرو زوم اكستند. اوكي، هاي ظهرت لنا تيرا نتاعنا، يعني الارض الطبيعيه نتاعها. اوكي، دروك الخطوه المواليه نديرو المساحه اللي راح نحسبوا لها الارض، اللي نحسبوا لها نديرو لها التراسمون تاعنا. اوكي، نجيو هنايا بولي لاين مثلا نعطيوها 300 متر، كمثلا 200، هكا مثلا 300، ونديرو سي باش نغلقو البولي لاين تاعنا. اوكي، يعني هذه هي المساحة نتاعنا. دروك احنا هذا المستقيم هذا لازم نحولوه للفيتشر لاين. قبل ما نحولوه نجيو نختارو المساحة تاعنا، ونجيو هنايا نشوفو السرفس بروبرتيز، نضغطو عليها، نجيو لهنا جينيرال، ونشوفو أعلى ارتفاع وأدنى، عفوا نشوفو لهنا أدنى ارتفاع وأعلى ارتفاع. أوكي، نجيو لهنا، يعني لهنا الصغير هو 642 والارتفاع الأعلى هو 651، يعني هنا مثلا نختارو الارتفاع اللي راح نديرو عليه التراسمون يكون 640، يعني بين هذا وهذا 640. اوكي، نجيو هنايا فيشر لاين، نختارو هنايا كريت فيشر لاينز فروم اوبجيكت. اوكي، نختارو البولي لاين تاعنا، نديرو اونتري، نجيو هنايا طهنا النافذة تاعنا هذه، نقدرو نعطيولو ستايل، نقدرو كذلك نعطيولو تسمية. المهم في هذه النافذة هو اللي هنايا اساين اليفيجن، نضغطو عليها، نديرو اوكي، نجيو هنايا ندخلو القيمة تاعنا اللي قلناها 640. اوكي، نديرو اوكي، نجيو هنايا ونجيو اليفيجن اديتور، نشوفو بلي هاي القيمة تاعنا اللي عطيناها البوليلاين تاعنا 640. اوكي، دروك الخطوة الموالية نجيو لهنا جريدينغ، بالفرنسية لقاوه طاليطاج. اوكي، كريت جريدينغ جروب، نعطيوه 900 ولا نخليه هو مثلا، نعطيوه 900 تيرا سمو مثلا، نعطيوه 900 هذه. اوكي، هنا اوتوماتيك سيرفاس كرييشن نعلمو عليها، وهنايا فوليوم بيز سيرفاس هي الارض الطبيعيه نتاع التيرا ناتيرال، ونديرو اوكي، هاي هنايا 900 نتاع. اوكي، نجيو هنايا نشوفو ها هو المساحه الجديده تاعنا اللي درناها، لكن المساحه الجديده هذه فارغه. اوكي، نجيو دركا هنايا جريدينغ كرييشن تولز، تظهر لنا هذه النافذه هذه، نجيو حنا نختاروا الاختيار الاخير جريتو سيرفس، نجيو هنا كريت جريدينغ. اوكي، قلنا سيلكت الفيتشرز، نختاروا الفيتشر لاينز تاعنا. اوكي، انا قلنا سيلكت ذا جريدينغ سايد، يعني يكون الاسفل، عفوا يكون للداخل ولا للخارج، حنا نديروه للخارج.
اوكي هنا واش قلنا ابلاي تو انتاير لينث، يعني نكون العمليه نتاع الطريطاج نتاعنا تكون على كامل المستقيم تاعنا ولا على كامل فيتشر لاين، نديرو يس. يقول لنا كات فورما يا اما يكون جريد جريد ولا سلوب، مثلا نديروه سلوب، نديروه 1/3 لهنا نكتب فقط 3 اونتري الفيل فورما. اوكي الفيل فورما اللي هو الردم ولا الرومبلي، والكات هو الحفر ولا الديبلي. اوكي سلوب نعطيه مثلا حتى هو 3 1/3، تقدر تكون القيمه تاعها مختلف تاعهم مختلفين. اوكي نديرو انتر هاو تكون هنا لي تيراسمون نتاعنا. اوكي كون نجيو نشوفوهم في ثلاثي الابعاد نجيو لهنا تيراسمون نديرو سيلكت، نجيو هنا هذه كملنا منها اوبجيكت فيو راهم لي تيراسمون نتاعنا، لكن نلاحظوا بلي المنتصف تاعنا فارغ. باش نملاوه طريقه بسيطه جريدينغ كريت جريدينغ ان فيل، ونجيو هنا لاحظوا باللي البوردر اللي باللون الازرق ظهر، نضغطوا في النص لاحظوا تكون تنل هنا هذا العلامه هذا. اوكي كيف كيف نعاودو نجيو هنا تيراسمون، نجيو هنا تيراسمون تيراسمون سيلكت اوبجيكت فيو نختارو هنايا راهو المساحه تاعنا تكون تنا. اوكي نقدروا نختاروا المساحه كامل ونشوفوها ها هي اللي جات في المنتصف. نجيو هنايا هاي المساحه تاعنا، هذه هي المساحه تاعنا اللي راح نديروا عليها المشروع نتاعنا. اوكي دركا الجزء الاول من الدرس كملناه، نجيو نحسبوا كميه الحفر والردم نتاعنا. طريقه بسيطه نديروا الخطوه الاولى ولا الطريقه الاولى، نجيو هنا انلايز جريدينغ فوليوم تولز، ها هو هنايا اعطانا الكميات نتاعنا، هنايا الكات وهنايا الفيل وهنايا النت. اوكي يعني الصافي نتاعنا، يعني كون نطرحو الكبير من الصغير نلقاوه. اوكي يعني لهنا عندنا لو ديبلي، هنا الرومبلي، وهنايا النت. اوكي نروحو نديرو طريقه واحده اخرى. اوكي نجيو لهنا نجيو لهنا انلايز فوليوم فوليوم داشبورد، نجيو هنايا نديرو مساحه جديده كريت نيو فوليوم سيرفيس. اوكي نخليوها نعطيوها مثلا تسميه، مثلا نجيو لهنا نعطيو فوليوم، نديرو هنا السطح الاصلي اللي هو تيرا ناتيرال. اوكي ولهنا السطح المقارن اللي راح نقارنو به نختارو تيراسمو. اوكي نديرو اوكي نديرو اوكي، هاي ظهرت لنا الحسابات نتاعنا، يعني كون قارنوها مع واش لقينا في المره الاولى. عاد نحاول نسحبوها للاسفل ونشوفو هاي يعني نفس النتيجه. اوكي باختصار هذا هو الدرس تاعنا، نتمنى يكون سهل. ما تبخلوش على دعواتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.